دحين الساعة 2 بالليل والبيت كله نايم والجو مرة هدوء، بس في شيء أنا لازم أسويه، بس قبل ما أسويه أحتاج باك أب. سما إيش بتسوي؟ جاء الوقت. جاء الوقت؟ جاء الوقت. جاء الوقت اللي أوريكم فيه أحسن وصفة شاورما انخلقت في العالم، أسهل وأسرع وأحسن وجبة خفيفة تقدروا تسووها آخر الليل. إذا تبغوا تشوفوا الفيديو روح أبليكيشن 360 فيوز، حتلاقوه هناك موجود. الرابط تحت في صندوق الوصف. تحت في صندوق الوصف الرابط. لا تنسوا تسووا فولو وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. اهلا بكم في فيديو جديد في قناة انا بيكم. صار لي فترة طويلة ما سويت فيديو لوحدي، فاليوم الاستوديو كامل تحت تصرف. انا عندي سؤال لكم، قد مرة كنتوا كذا جالسين تتمشوا في اي ابليكيشن سواء انستغرام ولا حتى يوتيوب او حتى اي برنامج كذا تكونوا شغالين عليه، يعني فجأة يجيكم اعلان مرة غريب للعبة، وفور سم ريزن لسبب من الاسباب يكون الشخص اللي قاعد يلعب يوم اخذ الفيديو يقهرك، يكون قدامه الحل ولا قدامه الحفرة ولا قدامه البلا الأزرق اللي يبغى يسويه، تلاقيه يسوي من هنا الطريق علشان يجيب لك استفزاز انك انت نفسك تقول له هنا يلا حمل اللعبة وألعبها. تعرف انه هذا النوع من الإعلانات مرة يستفزني، لانه اصير انا مرة نفسي انا اجي واسويها بنفسي، وطبعا هذا هو الهدف وراء الإعلان المستفز، انه يستفز الناس اللي زيي. فعشاني مستفز اليوم حنجرب نلعب ألعاب الإعلانات الغريبة ونكتشف هل هي فعلا الألعاب صعبة ولا هم يسوقوها علينا. قبل ما نبدا الحلقة لا تنسوا تسووا سبسكرايب ولايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتابعوني على السوشيال ميديا وتاخذوا لفه على الفيديوهات اللي فاتت، ويعني ويلا نخش دغري في الحلقه. اول لعبه هذه شفت اعلانها اليوم، تخيل كذا زي الجيلي يجري 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 كذا، يعني مستفز حتى ما يجري زي الناس، بعدين يجي شيء شق راسه اللي بعدين لما يشق راسه يقوم هو يطيح في الارض ويصير يسحف ويسحف ويسحف. انا اطالع لهذا فيلم مرعب ولا هذا لعبه ولا ايش؟ طب هو فجاه بدا انا ما سويت شيء. اوف ايش اسوي؟ طب ليه ما اقدر اروح يمين ولا شمال ولا ايش؟ الله 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 يا جماعة ايش قاعد يصير؟ انا ما عارف ايش قاعد يصير، انا فزت ولا ما فزت ولا ايش؟ ليه فجأة عندي كاس؟ ايش سويت؟ اعرف هذه الحركات علشان قالك يعني يحمسوك انك تلعب المرحلة اللي بعدها، قوم يقولوا لك ايه شاطر بابا شاطر. شوفوا انا في اللعبة جاني اعلان لعبة مستفزة، شايفين؟ مرة يقهر الاعلان ترى، مرة احس انه لازم في منطقية، حلعبها بعدين. مرحلة رقم 2 اركض 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 اركض، اوه ما قصدني. فزت مره بسرعه، قاعد افوز. ايش هذا؟ اوكي المرحله الثالثه شكلها كلها تلطيش، في لها هذه الاشياء مره كثير. اوبا اسحب 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 اسحب، المشكله مره بطيء مستفز. انا مو كان قصدي يعني. اوكي ما كان احسب لما طحت في المويه اللي خسرت، بس انا قاعد اسبح. يا جماعه ايش الوضع؟ هذا بيرقص يعني سبقني ولا ايش؟ ثيرد بليس، هذا ليه فسخ جزمته؟ اوكي حعيدها. اركض 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 اركض، ها اركض اركض اركض، واو صرت حريفة، قاعدة اوقف واستنى. شوفوا شوفوا ها 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 ها، وربي اني المركز الاول. للامانة انا طفشتني هذيك اللعبة صراحة، مو مرة عجبتني، يعني ما احسها لعبة حقيقية، احسها تسليك، فهمتوا؟ كذا فجأة امشي وي خلصت مرحلة رقم 1 اللي اوكي. هذه اللعبة اسمها كراود سيتي. ليه هذول يلحقوني؟ انا اجمع ناس، قاعدة اخذ ناس في صفي. شوفوني وانا اجند ام الشارع. طيب بعدين ايش نستفيد؟ واو فجأة جو مجموعة تانيين عندهم لون، مرة صرنا كثير. بسم الله ايش قاعد يصير؟ الله صار فوق راسي تاج، ايش يعني؟ وما الهدف؟ واين اذهب وماذا افعل؟ ومن انتم؟ خلينا نلحق الموفيين، موفيين مرة كثير بناخذهم صفنا. واو البنك يمسحوا حقوني،
قتلوني البنك. انا حسب حاخدهم في جماعه، تحسبت انهم من يصيروا اصحابي، بس هم من... حلعب تاني. شوفوا وانا في اللعبه يجي اعلان لعبه واروح واحمل اللعبه. ما حنخلص اليوم. نفسي الاقي واحده لعبه من اللي احنا نلعبهم اليوم عندها هدف او يعني كذا فكره واضحه انه ايش تسوي. ليش اجري في الشارع واجمع اوادم؟ تعال سير صديقي، سير صديقي، سير صديقي، سير صديقي، سير صديقي، سير صديقي. المفيد، المفيد اخذوا عيالي. انا المفروض اوخر عن كل الالوان يعني ولا ايش؟ ليه ما اقدر اسوي الناس اصحابي؟ احنا كل ما نكثر كل ما نسرع. شوفوا هذا ممكن يكون في حكمة انه في الجماعة الاتحاد قوة. انا في اخضر والله حياكلوني. الله لا 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 لا، بسم الله بسم الله. لا 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 لا، البنك قاعد يلحقني. فين الطريق يا جماعة؟ نفسوني. ليه ما في عزازة؟ البطريق ايش يسوي؟ ياكلونا كمان ولا ايش؟ انا قاعده اكثر. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. ايوه ابا اكسترا تايم. ليه انت كده؟ ليه قاعد؟ فاز الموف، الموف اكثر شيء. طب مين هو؟ طفشتوني ماما. اللعبه اللي بعدها هذه مره مره اعلانها كثير اوفر، اسمها روف ريلز. ريلز ايش يعني ريلز؟ اوكي الحين هو معاه ماسوره، المفروض يجري يجري يجري، وبعدين هذه الماسوره يتعلق فيها كذا في اشياء. طيب وفي اشياء تقص الماسوره، كل ما قصرت الماسوره كل ما قدرت تتعلق فتطيح. هو دائما يروح عند اللي تقصها ويقصها كذا، قال لك انه ما في الا من هنا طريق ومن هناك الفراغ. يعني شوفوا، شايفين هذه اللي تقص؟ هو دائما يروح من عندها، مره يقهرني. يما 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 يما، اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. لا تستهبل، انت قاعد تحط لي اشياء تقص كثير بعدين تقول تسوي نفسك انه قال لك. اها شوفوا قاعد تبعد، شايفين شايفين قلة الادب قاعد يسوي فيها؟ يعني كيف انا كيف؟ هذا مو كيفي، هذا مو يعني هذا مو بشطارتي، لانك انت حاطط لي مقاصات كثير، مستحيل اني اوصل لابعد من كذا اصلا. يقهر والله. راح احاول ثاني. يلا بسم الله. شوف انا كلهم قاعد اخذهم. طب ايش الفائده من هذول؟ هيا شوف دحين قال لك يسوي نفسه انه يعني ما حتقدر توصل للمحل. والله انك مستفز، والله انك مستفز، واني ما هعدي العشرة. يا شباب كيف زي كذا تاكلها كيف؟ طب انا ما اقدر انط، ما اقدر اسوي شيء. دبت، اتبخرت حتى قبل لا اوصل. اخر مره احاول في هذه اللعبه، مو معقول انا اجمع في النهايه زي كذا هذه تاكلها. يعني الحين اذا انا فوت مجموعه ما جمعتهم حموت. شايفين؟ هو ما يخلي لي، ما يخلي لي كفايه. دحين ما حوصل، والله ما حوصل لو فين. يا رب بس اعدي العشره، بس اعدي العشره. الله يا انقل، ما ابغى العب، ما ابغى العب. هذه اللعبه هوم سكيب، هذه هي اللي دائما فيها استفزاز دائما. يقول لك ماذا نفعل؟ يعني قال لك احط لي خيارات، اذا حطيت الحطب تنحرق الخيمه، اذا حطيت دفايه تنحرق الخيمه. ايش احط؟ خيار، اخترع خيار جديد، اصيح اطفي النار بدموعي، ايش؟ في قصه. And those are the best dreams. Imagine how happy we would be. متعب عليها، بس اسكب. Oh my childhood home, it brings back so many memories. دخلت البيت، هذا بيت طفولته يقول. اوبس اتعنقل، قاعد اتدمر انه الفرشه الفرشه القديمه قاعد تعنقله. مام داد ام هوم وات شود، ايش حنقعد نقرا قصص احنا ولا ايش؟ مره طفش هذا قاعد يخليني اقرا قصه الابد. طيب لازم عشان تفهم ايش قاعد ايش حتسوي. هاي شوف الخيارات، في حرامي وفي انا وفي كنز وفي سلم. لو فكيت هذا بس خليت لنفسي فراغ، ما اقدر ارجع اقفله. لو فكيت هذا ايش يصير؟ اوكي قفلت على الحرامي، ابغى اطلع.
ايش الفائدة الحين؟ الله ايش اسوي؟ طيب يلا خلينا نطلع الحرامي نشوف ايش يصير. ايش استعمله بس مرة واحدة ولا ايش اسوي؟ فين اروح؟ طلعت بالغلط، مو بالعيني ابدا، فزت. خلاص انا ما ابغى اقرا قصص، ابغى ارتجل. replace the carpet. بعد كل مرحلة اغير شيء في البيت. ان شاء الله تبارك الله. اختار كاربت ازرق ولا احمر ولا اخضر؟ احمر. تمام. الله جددت لنا البيت والله. excellent choice. mom will definitely love it. قاعد تلعب بذيك اللعبة تلعب العاب الاعلانات. ايش دراكي قد لعبتيها ها؟ لا الا كذا ما حد تسوي بيت. اعترف عادي عادي، ترى كلنا نفسنا نحملها ونلعبها. يقول لي انتر يور نيم، نايس تو ميت يو بيكو. تكلموني والله يا خاله، ما في حلقة اقرا كلامك، سامحيني. قاعد تقول لنا انه هذه الغرفه مغبره. طيب السلام عليكم. مره اللعبه بطيئه وفيها قصص كثير. دونت وري مام ذير ايش. اوكي خير ان شاء الله. كلين ذا روم. جاي شغلوني هذول. ماتش 3 بيسز اوف ذا سيم تايب. اوكي هذه اللعبه اللي ايش اسمه اللي ماني عارفه اسويها دحين. اوكي والله طوف فرشه ومجرفه. يا جماعه ايش تقولوا على فرشه ومجرفه؟ في ناس يقولوا فرشه وجاروف، فرشه وجرافه. ايش قرصك نحله؟ السوسته حقت الكنبه. هاي رجعني العب تاني، مره هذه مو لعبه خيارات. طيب كمان يغششني، قال لك ينور لي هذا. سما احط كرسي احمر ولا كرسي اصفر ولا كرسي ازرق؟ كرسي احمر. ها هذه كانت في الاعلان ولا هذه مو لعبه؟ استنوا انا بالغلط مو زي. لا اسفه يا عمو، والله مو زي كذا كان قصدي والله. دحين شوف انا اقول لك. لا يا الله سوري عمو، اعطيني فرصة. لحظة نفك اللي تحت عشان هذا يروح. بعدين ايش نسوي؟ نفك هذا ونفك الموي. ها نفك هذا ونفك الموي. هذه مرة سهلة اقول لك، بس هذه اللعبة حلوة تصدقوا، مسلية يعني اكثر من هذيك. لون السرير موف ولا اخضر ولا ازرق؟ سما الدولاب لونه احمر ولا اخضر ولا بني؟ احمر. خلاص عاد خلاص. سلك لي يقول لي اكسلنت تمام ذوقك. دق جرس، جات واحدة جابت قفص. شكرا تعرفنا هذه، سلمت علينا بحرارة. لا ما نضحك مع القفص زي كذا. فجأة القفص طلع منه ببغاء، وببغاء يتكلم وقال لي طيب اللعبة اللي بعدها اسمها تانجل تشي، هي عبارة عن زي الحبال وانا بس قاعدة افكهم. اوكي قال لك صعبة الدحين. والله شكلها هذه لعبتي. استنى الاعلانات اللي وسط الشيء قاعد تطفشني. انا اوريدي قاعد العب اعلانات، جيب لي اعلانات ليش؟ خلاص استسلمت وحملت. ايش تبغى مني؟ ايش تبغى؟ اوكي هنا ولا يخليني اعيد ماني فاهم. اوكي لا امانة. طب اسمعني، انت اسمعني دقيقة. طيب والله اني اقدر اسويها، بس دقيقة اسمعني والله قاعد اسويها. شوف هذا هنا صح، هذا هنا وهذا هنا. ها اوكي يمه والله مرة قاعد تصير صعبة. ايش هذا؟ طيب نوخر هذا ونجيب هذا، بعدين نجيب هذا ونجيب هذا اصبر، نجيب هذا. تعال انت. وا هو يبغاني اسويها بس 5 خطوات. طيب 1 2
كيف سويتها فجأة؟ خل نشوف ايش الليبلات اللي بقى. اوه هذا يبغاني بس بسبع خطوات. طيب خل نفكر فيها. هذا حجيبه هنا عشان يطير. هذا حجيبه هنا وهذا حجيبه هنا. هذا حيطير. بعدين هذا حجيبه هنا وهذا حجيبه هنا. خل نشوف عندكم اصعب ولا لا. لا ما اقول عندكم اصعب، اتحداكم وتتوتروا وتجيبوا لي قنابل. امزح اسحب كلامي. قلت لك احبك للموت حرفيا. طيب ايش صارت القنابل؟ سويش تبغى العب هذه اللعبه اللي كل شويه قاعد يجي اعلانها حقت الميك اوفر انه ناخذ احد ونغير شكله. ترى انا مره احب هذه الالعاب، ما تصدقوا قد ايش قضيت مراهقتي كلها البس الناس. افتح جوجل اكتب العاب تلبيس واقعد اسوي لها مكياج واسوي لها شعرها والبسها ملابس وبس اقفل اللعبه فجاه. هم كانوا يكلموني وانا قاعده احكيكم. طبعا قصه يا طولها حسب سكيب. في ناس متنمرين قاعدين يتنمروا على صاحبتنا هذه. هي رجعت البيت تبكي حبيبي ولا حبيبي زوبيك حلوه ولا اول شيء تتروشي. مو انا اختارك. Let's start with hair and makeup. لا مو start with hair and makeup، تروشوها. اوكي شلنا النظارة، مع انه حلوة عليها النظارة. ليش؟ مو حقيقة اللعبة باختياري. ايش صار؟ يا الله ليش يخلوني العب هذه اللعبة؟ يبغاني فجأة العب دي اللعبة عشان اجمع قلوب واقدر اسوي لها اشياء. حنقص شعرها. اوه هختار قصة ابغى مرة قصير ولا كاجوال سمارت ولا رومانتك بن. هذا تسريحة، ما نبى تسريحة، ابى لونج باب. واو قصينا شعرها مرة كثير، كان حرام بس شكلك مرة حلو. قال لك انه زي انا. امشي امشي باقي ريحتك عفنة، كفى مرة وش ناكل. نسوي لها ميك اب، ايش نحط لها؟ بيتش ولا روزي بينك ولا طبعا بينك. الله صارت مره حلوه. تقول I never knew how to put on makeup. It was either too much or too little. من فلاحتك يا اختي. ولا ما كان هذاك منظرك. لبسها. الله ما عندكم فساتين؟ نفسي لبسها فستان. اوكي في تنوره زرقاء وفي تنوره تايجر وفي بنطلون زي حق منولة. احس ابغى التنورة التايجر، مع اني ما ادري ايش حلاقي توب. كذا مرة سيء، لا تسوي نفسك تتفرج على نفسك، مرة مو جاية التنورة مع هذا البلوفر فجأة. سو كمفي. ها؟ اصبري. لازم اجمع لها فلوس زيادة عشان اغير لها. حزنت عليها والله، حاجمع لها. تمام. نعرف هذه الحركات. اوه احمر ولا اسود ولا أب. شوف الابيض خلاه رسمي. اوكي نحن بدأت اطلع اقول لك فاشن تيبس. الاسود مره كيوت، مره انا حابه الاسود. والاحمر احمر. لا ما تروحي بالجزمه مبسوطه. دقيقه صلي على النبي. دحين الشوز. ام سوري بس ذوز شوز not in my watch honey not in my watch. كعب اسود ولا كعب اسود وبيجي؟ اشوف من الجنب اشوف يا حبيبتي اشوف. شوفوا الاسود والبيجي مره جاي مع التنوره، بس الاحمر كم اون جاي مع البلوزه. مره صار شكلك حلو، انا مبسوطه لك. تعرفي ايش اللي حلو؟ انه اللبس جاي مع القصه. مره مبسوطه انت عساك ان شاء الله. اوكي حلعب اللعبه اللي بعدها اللي هي اسمها تاونشيب. وفي واحد اشبه شان. اتس شان ذا شيب. اوكي في قصه. هذا فلاح يحمل يقطين ويقطين يقع عليه وهو والبقرة طفشان شوية. Let me show you around town. ما I don't want you to show me around town. قاعد نزرع. اوكي. اوه انا سبحان الله احط القمح، يجوا الفلاحين مع القمح. الله بقرات. احط للبقر علف. هو اكلها ولا نام فوقها ولا ايش سوى؟ ليش البقر ايش سوي؟ اوكي خذي. واحد اثنين ثلاثة. هي تاكل وانا اسحب منها حليب. نام بسرعة على القمح. احصد القمح. مسلية اللعبة، تعرفوا احس حلوة للاطفال انه يكتشفوا ايش يسووا في المزرعة وكذا. ليه في بلالين في المصنع؟ يا سيد الناس. افتتاح. مصنع عيش. مو قصدي مصنع عيش، سوري مخبز. احط العيش في الكرتون. ليه حط مع العيش قمح؟
بس اوكي اخذ فلوس يعني. والله شغل غش في هذه المزرعه. سمت تاون باسمي، اسمها مرام بيكو تاون. كنت حخرج من اللعبه بس مستحيه. احس طب وشعبي شو اسوي فيه؟ اوكي في خنازير صغيره تبغى قمح اعتقد، فانا ححط مويه هنا على القمح، بعدين ححط سوري على طول صاحوا، اعطيهم هم من. هذا مو هذا اكلهم، هم ناكلوا قمح الخنازير. ترى هذه لعبه مسليه. اول شيء لسه ما جاتني اعلانات كذا فجاه في وجهي. ثاني شيء قاعد تخليني اسوي اشياء كثير، مو قاعد اضحك علي يعني، تخليني اسوي شيئين بعدين تخليني اجلس اسوي اشياء تافهه ما ابغى اسويها. لا لا تودوني عند بقر ثاني. خلاص كلوا بس ما نبغى حليب، تكفون. لا اشتريت بقره جديده، صاروا اربعه. اشتري بقره جديده، صار عندي 5 بقرات، صار عندي 6 بقرات. اوكي I'm done with this game. نروح الحفلة، نروح الرحلة. اللعبة اللي بعدها اللي هي شورت كت رن. ايش اسوي؟ هذه اللعبة شفت اعلاناتها مرة كثير، مرة مستفزة. انا اقعد اجمع زي كذا كراتين في يدي، طيب؟ وبعدين ايش اسوي؟ شوفوا الحين اوريكم. طيب، جمعت مرة كثير صح؟ انا تلفوني خايفة اصلا اروح. شوفوا زي كذا ابني بيها جسر. اللي شفته في الاعلان كان مره مستفز لانه كان يصيح كذا لما يجي ينط يقول لا كل شويه، مره يقهر يقهر بالله. يا جماعه مين شاف الاعلان؟ واو واو اعطانا رقصه. هذه من الالعاب اللي ما عندها اي هدف، والله اي هدف يعني، قاعد اجمع كراتين وارصها في البحر واجري. بعدين هذا نيمو، لا ما نشوي نيمو زي كذا. ابى العب هذه اللعبه، احملها على الله بس ما يكون فجاه في لها اشياء كذا كاندي كرشيه. طيب نرجع للعبه نشوف ايش تسوي. هو سباق يعني وانا لازم اسوي شورت كات واسبقهم ولا ايش بنسوي احنا؟ اوه ربي انه سباق. اوه فزت. طلع سوري والله ما ادري، احسب خلصنا. ما كنت فاهمه، انا اجري في المسار وهذه الكراتين اللي معايا تسوي لي شورت كت اختصارات. واو 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 قاعد اطير بكراتيني. ها ها فزت عليكم. ما عندي فكره ايش دوب صار. بس مره اللي صار يوتر. اوكي اتحملت اللعبه حقت السمكه، نشوف بلاي. الله مره حلو الفيديو يعني المنظر. هاي تينا ايش تبي نسوي؟ What good is an aquarium without any fish. اوه حاخذ نيمو للابد. جولد فيش فلوس صفر. طيب كوست كوينز، كيف اجيب كوينز لو وديت اني العب كاندي كراش حلطشك. ها هم كل يعني كل هذه الالعاب اللي سواها شخص واحد. ليتس جو. الله جابت لي الالعاب اللي احبها. ليش الانيميشن فجاه كذا تغير وصار زي بالضبط لما تشوفوا سبونج بوب في التلفزيون بعدين تشوفوه على بجامه رخيصه تشتروها من محل ابو ريالين. طب سكوا الباب اللي يجيك منه ريح سد واستريح. اوكي حقفل او حقفل. تفضل يا حلوه. هو هرب يعني القرش لما نزلت الصخور. ايش هذا القرش الغواف؟ الله ليه كذا فجاه عندي مفاجاه او ايش هذا؟ اسمع هذه اللعبه اوفر كيوت ترى. عشان انا زين الاكواريوم. ليه فجاه نقدر نشتري الحوريه رجال؟ ايش اسمه حوري؟ حمرون حوراء. ليش هذا الجولد فيش يطلع لي قلوب؟ The only thing I can think about right now is ايش؟ ايش؟ تعال كان فيك خير عيدة. Please feed me. جيعان الولد يا ويلي، كيف أكله؟ يا ويلي هذا؟ أقدر أبيعه. المشكلة شوف كيف بتطالع فيا بعيونها اللي حتى لو محتاجة فلوس ميتة من الجوع ما أقدر. يلا أعطوني فلوسي خلنا أشتري الحوري حقي. فتحوا لي شيء جديد في السوق، فتحوا لي الحورية. الحوري ب 900 ريال والحورية ب 1100 وانا عندي 1123. طبعا حشتري حورية انقلع. الله مرة انت حلوة وتعزف كمان. ايش واه سمكتي قاعدة تطالع. هاي خليها
خليني اشتري حوري للحورية. شوفوا على الاقل هذول لما يخلوني اجمع فلوس يخلوني اجمع فلوس على شيء يسوى، انه عشان تشتري جمعي فروحي العبي. ليتس بلاي مرام بيكو. طيب يلا نلعب. سوري سلحفة مي فاضية. يا هو يا مرام بالله العبي يا نيمو سيبا هنمشي الليلة، بس هشتري الحوري بعدين هقفل اللعبة. تلت 107 فتحوا دوري. دوري بألف؟ ليش ان شاء الله؟ انا اصلا عندي 600 ياخذ لك. يا عيالي هروح اتعب عشانكم. هيعطيني فلوس كثير الله يخليك. فلوسي 995. اشتري حوري ولا اشتري دوري؟ اصلا ما يكفي دوري، هشتري حوري. خلاص واحد فيهم. لازم دائما يا جماعة نتعلم درس من الحياة. تحسب هحطك جنبها، هنا قسم الأفراد وهناك العوائل. نأخذ شيء، يعني قصدي نتخلى عن شيء عشان نأخذ شيء في يعني في المقابل. وبكده نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. أتمنى أنكم تكونوا مرة انبسطتوا بالألعاب اللي لعبتها زي ما أنا انبسطت، واستروا على ما واجهته. أي أحد كان عنده لقافة زي مرة إنه يجرب الألعاب اللي فجأة تطلع له في الإعلانات، بليز اكتبوا لي في الكومنتس، أبغى أحس إني ماني لوحدي. كمان لا تنسوا تسووا سبسكرايب ولايك وشير، وتكتبوا لي تحت في الكومنتات إيش اقتراحاتكم للفيديوهات الجاية، إيش تبغوا تشوفوني أعمل. كمان لا تنسوا تشوفوا فيديو 360 فيوز اللي قلت لكم عنه بداية هذا الفيديو، وتابعوني على حساباتي في السوشيال ميديا. كان معكم مرام بيكو، أشوفكم في الحلقة الجاية. باي.